أذكر ممثل عراقي اشترك في الأعمال الدرامية العربية. وحدة. أنت جاوبت يا يمج قد سريعة. هاي شلون؟ وحدة زين كل زين. حتى أنت أقدر أقول. لا لا تحشي لا ما لا تفضحينه. ما عدين كل راح الأسماء كلها واحد واحد. هسه محمد حسين عبد الرحيم قلتي؟ ايه. ها؟ ايه. خلينا نشوف موجود محمد حسين عبد الرحيم لو لا. لا. محمد حسين عبد الرحيم فنان كبير ولكن أعمال العربية أعتقد يعني ما عنده مشاركة عربية وإن كانت موجودة قليل. وفي نفس الوقت هناك استبيان لم يتطرق إلى هذا الاسم المحترم والكبير جدا. خلينا نشوف عمر اذكر لي ممثل عراقي اشترك في الاعمال الدراميه العربيه يعني عراق اشتغل بالاعمال العراقيه والعربيه. طبعا هو اكو كثير من الفنانين. نعم. داي حضرتك الاب الفاضل انه الاستاذ بهجت الجبوري. نعم الممثل الكبير بهجت الجبوري. أفضل ثاني احتمال. وتحية لأبو هدى الفنان الكبير أخونا وأستاذنا بهجة الجمهوري. إذن ست نداء تفضلي إلى مكانك إذا سمحتي وراح نروح على السؤال نكمل وياه وبعدين نرجع لكم. السؤال هو السؤال يقول وجاوب عليه عمر بهجة الجمهوري يقول اذكر ممثل عراقي اشترك في الأعمال الدرامية العربية. الأستاذ جواد الشكرتشي. جواد الشكرتشي؟ نعم. هذا شيء. الشكرتشي معروف عنده حلويات محلات الحاج جواد الشكرتشي وأولاده. جواد الشكرتشي متأكد؟ نعم. مخاف تغلط يا حظي. لا ما أغلط. أكيد. خلينا نشوف. جواد الشكرتشي. اخ يا ابو الاستبيان يا على كل اذا جواد الشكرتشي صح. خلينا نروح للاستاذ مثنى. استاذ مثنى اسم اخر من اسماء ممثلين العراقيين اللي اشتركوا بالاعمال العربيه الدراميه. ميس قمر. استاذ احمد الان عندكم خطا واحد. اذكر اسم ممثل عراقي اشترك في الأعمال الدرامية العربية. خليل الرفاعي. خليل الرفاعي الله يرحمه. الخليل الرفاعي ألف رحمة على روحه. خلينا نشوف خليل الرفاعي موجود.